Thank you, Valid Prime Minister. Prime Minister of Andorra. سيد أندورا. Your Excellencies, ladies and gentlemen. سيد أندورا. السعادة. أندورا كانت تعمل على مدار أعوام كبيرة في تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة من خلال تنفيذ أنظمة تتمتع بالكفاءة والحد من الانبعاثات والمساهمة في مبدأ زيرو انبعاثات. في الأعوام الأخيرة وضعنا بعض الأطر التنظيمية لضمان تنوع مصادر الطاقة والتعاون مع الأسواق العالمية، ولذلك يأتي من خلال مبدأ المشروعات الكبيرة ويستهدف زيادة الإنتاج الطاقة النظيفة بحلول 2050، ونحن نطمح إلى ما لا يقل عن 70% من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لشبكة الكهرباء الوطنية. في شأن مشاركة القطاع الخاص، يمكن تحقيق هذه الأهداف ذات الصلة بالطاقة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وهي أهداف قد حددناها لتكون أهدافا لتحققها التعاون بين القطاع العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، التقدم الذي أحرزناه له أثر كبير في تحقيق وتوفير التمويل الأخضر للقطاعات الاقتصادية لدعم موضوعات البيئة والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي، وكذلك وضع خطة لحد انبعاثات الكربونية لضمان الاستدامة التحرك. وهناك برنامج للشركات الفرعية. في نفس الوقت، التمويل الأخضر أيضا يستهدف تمويل مشروعات الطاقة الصغيرة والكبيرة. في النهاية، التحول في مجال الطاقة هو أحد أولويات أندورا، وتضعها في الاعتبار بشكل كبير كأحد الخطوات الرئيسية لتحديد من خلال تحديد أفضل الطرق والممارسات لاستغلال الهيدروجين الأخضر، ولا سيما بالتعاون مع الدول الجوار. وشكرا جزيلا.